بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 61 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد علي أبو جابر. الأخ محمد يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر، صدق الله العظيم، هذا على القرآن. فهل القرآن الكريم نزل في ليلة القدر؟ وما هو التفسير الصحيح؟ أي هل نزل كله في ليلة القدر؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. ويقول سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والليلة المباركة هي ليلة القدر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في تفسير نزاله في هذه الليلة على أقوال، أصحها والله أعلم أنه ابتدأ نزول القرآن في ليلة القدر، أنه ابتدأ إنزاله في ليلة القدر. القرآن كما يطلق على كله يطلق على بعضه، يسمى قرآنا. وقد جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير الآية أن الله أنزله جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة سماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم بحسب الوقائع والحوادث، الله أعلم. الحاصل أن هذا القرآن أنزل في ليلة القدر، إلا بأنه وهو الصحيح أو الراجح ابتدأ إنزاله في ليلة القدر وتتابع بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الحوادث، أو أنه أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة ثم نزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن لا شك أنه كلام الله، وأن الله سبحانه وتعالى تكلم به حروفه ومعانيه، ولا شك أنه كتب في اللوح المحفوظ، ولا شك أنه أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل. كل هذا لا شك فيه، أما كيفية الإنزال فالله أعلم سبحانه وتعالى بذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سؤال الثاني يقول فيه: إنني في صلاتي أفقد الخشوع، فما هو المفرد كي أتوجه إلى الله بقلب خاشع في أثناء صلاتي؟ جزاكم الله خيرا. أولا عليك بإحضار قلبك وترك الشواغل والهواجس، وثانيا عليك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في بداية الصلاة بعد الاستفتاح وقبل القراءة، فإن فائدة الاستعاذة هي أن يحضر قلبك وأن يبتعد عنك الشيطان. ثالثا عليك باستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى الذي أنت واقف بين يديه وتناجيه، أن تستشعر أنك واقف بين يدي الله، فحينئذ تخشع بلا شك لأنك أمام رب جليل سبحانه وتعالى وأنت قائم في الصلاة. رابعا لا تدخل في الصلاة وأنت مشوش الفكر، كأن تدخل في الصلاة وأنت بحاجة إلى أكل طعام حضر، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضر العشاء فابدأوا به، يعني ابدأوا به قبل الصلاة، من أجل أن لا يتشوش فكرك بتطلع إلى الأكل وأنت تصلي. تأخذ ما تطيب نفسك به من الطعام ثم تقبل على الصلاة. وكذلك لا تدخل في الصلاة وأنت حاقن للبول أو تدافعك الخبث، بنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه، الأخبثان عن البول والغائط. عليك أن تتفرع من هذه الأشياء من أجل أن تدخل في الصلاة وأنت حاضر الذهن والفكر. لا تصلي في مكان بارد شديد البرودة أو مكان حار شديد الحرارة، لأن هذا أيضا يشوش عليك
ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الحرب الإبراد من صلاة الظهر من أجل دفع المشقة عن الناس وأن يدخلوا في الصلاة وهم في حالة جيدة. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراع في المشي إلى الصلاة لأن هذا يثير النفس ويشوش الفكر، ربما يدخل في الصلاة وهو ثائر النفس فلا يطمئن في صلاته. المطلوب أن يدخل في الصلاة وهو مطمئن البال مرتاح الفكر، كل هذا من أجل الخشوع في الصلاة وحضور القلب فيها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى الأخوات، تقول أختكم سين ميم حسن من الإسكندرية في جمهورية مصر العربية. أختنا لها ثلاث قضايا. القضية الأولى تقول: ما الفرق بين رواية ورش عن نافع المدني ورواية حفص عن عاصم؟ جزاكم الله خيرا. عاصم قراءة قراءة حفص وقراءة ورش عن نافع المدني قراءتان، بينهما شيء من الاختلاف في الأداء كما الاختلاف بين بقية القراء القراءة السبعة والقراءة العشر، كلها قد تختلف في صفة الأداء ولكنها كلها تكون موافقة للرسم العثماني ورسم المصحف العثماني، فهذا الاختلاف لا يضر والحمد لله، لأنه كله داخل وموافق لمصحف الإمام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: إني كنت في مماذا فتاة حافظة لكتاب الله، أرتدي النقاب وأعمل داعية لمثاب المسجد، ثم مررت بفترة نفسية صحية، تركت كل هذا، وحاولت العودة مرة أخرى فلم أحس بنفس الإحساس الجميل الذي كنت أحسه عند قيام الليل، والطمأنينة التي كانت تملأ قلبي، والقوة الإيمانية العظيمة التي كنت أحس من خلالها أني أقوى من إبليس لعنه الله. أما الآن فإن خيالي يفزعني، الكوابيس والأحلام المزعجة تطاردني، الخوف من أقل شيء، ولا أجد في نفسي الحلاوة القديمة عند قراءتي للقرآن، ولا أدري ماذا حدث، ولا أدري كيف أعمل، توجهوني جزاكم الله خيرا. الذي يظهر من حال السائلة أن هذا وسواس من الشيطان، نرجو لها الشفاء والعافية وعليها الطمأنينة وعدم الانسياق لهذا الوسواس أو الخوف والفجع منه، وعليها بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والاستعادة من الشيطان الرجيم والإكثار من تلاوة القرآن والذكر، لذلك يزول عنها هذا المحبوب بإذن الله. فإذا عملت هذين الأمرين، أولا أنها لا تستسلم لهذا الوسواس ولا تخف ولا يكون عندها تضايق منه، بل ترفضه ولا تنتفت إليه. الشيء الثاني أن تشتغل بذكر الله والاستعانة من الشيطان الرجيم، وسيذهب عنها ما تجد بإذن الله. جزاكم الله خيرا. تقول في سؤالها الثاني: إني بعد تعرضي لأزمة نفسية خاصة بعد وفاة والدي الذي أشعر بتأنيب ضميري تجاهه بأنني لم أكن بارة به رغم حبه الشديد لي رحمه الله، وهذا انعكس على علاقتي بزوجي الذي يكن لي المحبة والاحترام، وهو على درجة تدين لا بأس بها ويحاول أن يقربني إلى الله، فلا يجد مني إلا العصبية والغضب، وهذا نصبا عني وأندم عليه، وأصبحت غير قادرة على العيش معه في مكة علما بأني من مدينة الإسكندرية لأشتاق كثيرا لبلدي. وجهوني أيضا جزاكم الله خيرا. كذلك هذا تبسلق عليها بالصبر والاحتساب في وفاة الوالد والدعاء والاستغفار له وعمل البر له بالصدقات والإحسان، وهذا يكون من تمام البر بوالدها، فإن البر من البر بوالدها أن تدعو له بعد وفاته وأن تعمل له الطاعات من الصدقة والحج أو العمرة، هذا من البر به. كذلك من البر به إذا كان عليه ديون إنها تسدد عنه ديونه، لأن هذا من البر بوالدها بعد وفاته، والدعاء له والاستغفار له والترحم عليه كل هذا ينفع ويكون برا بوالدها. وكذلك من البر بالوالدين بعد وفاتهما الإحسان إلى أصدقائهما وصلة الرحم الموصولة بهما، كل هذا من البر. البر لا ينقطع بموت الوالد، البر مستمر
حتى بعد وفاته هذه الأعمال، وبذلك تستدرك ما فاتها في حياته إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين يقول: قدري أحمد حافظ يسأل ويقول: أعمل في محل لبيع الملابس الجاهزة، والعمل يتطلب مني أن أكون موجودا بعد العشاء، وفي رمضان لا أستطيع صلاة التراويح في جماعة، وربما يستمر العمل مني حتى قبل الفجر، فهل علينا إثما في تركها؟ وهل يجوز لنا أن نصليها قضاء بعد الفجر؟ الإثم ليس عليك الإثم في ترك صلاة التراويح، لأنها سنة، والسنة من فعلها يثاب عليها، ومن تركها فلا إثم عليه. لو صليت قبل الفجر ولو ركعات يسيرة وختمتها بالوتر فلك في ذلك الأجر إن شاء الله، وإن لم تتمكن وقضيتها من النهار فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته قيام الليل الوتر يقضيه في النهار مع شفعه. جزاكم الله خيرا. ما معنى الشفع لو تكرمتم شيخ صالح؟ يعني يشفع الوتر بدل أن يكون ركعة واحدة إمام له ركعتين. يعني إذا كان يصلي 13 ركعة يجعلها 14 ركعة. بارك الله. إذا كان يصلي 11 يجعلها 12، إذا كان يصلي 3 يجعلها 4. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. يسأل: هل وصل الصيام في شهر شعبان من أوله حتى آخره جائز؟ وهل الحديث الوارد في فضل ليلة النصف من شعبان حديث صحيح؟ لا يصام شهر شعبان كله، وإنما يصام غالبه، ولا يستكمل شهر من الشهور إلا شهر رمضان، وكذلك شهر المحرم فإنه يستحب أن يصومه كامل. فشهر رمضان يجب صومه كله، وركن من أركان الإسلام، إما قضاء وإما أداء وإما قضاء. وشهر الله المحرم إذا صامه كله فهذا سنة، أما شهر شعبان فلا يصام كله، وإنما يصام غالبه. جزاكم الله خيرا. يسأل: هل من الأفضل الإفطار قبل صلاة المغرب أم الصلاة أولا ثم الإفطار، مع العلم أننا نصلي المغرب جماعة بعد الإفطار في المسجد؟ الأفضل المبادرة بالفطر، لأن الحديث اللي أحب عباد الله إليه أسرعهم فطرة، فيبادرون بالإفطار في تناول المتيسر من الرطب والتمر وشرب ما يسر من الماء إذا كان يحتاج إلى شرب، ثم يصلي. هذا هو الأفضل، ولا يؤخر الإفطار إلى بعد الصلاة، لأن هذا خلاف السنة، السنة الفطر أولا ثم الصلاة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ويرغب في الإسراع بالفطر. جزاكم الله خيرا. هل تجيز الصلاة وراء إمام يزاول أعمال السحر والدجل ويقول إنه يفك السحر بالقرآن ويصنع أحجبة توضع على صدور المرضى أو المصابين ويقولون إن فيها آيات قرآنية، هل تجيز الصلاة خلف هذا؟ مثل هذا الإمام لا تجيز الصلاة خلفه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، الذي يستعمل السحر ويقول إنه يعمله لفك السحر عن المسحور هذا لا يجوز. وكما في الحديث لا يحل السحر إلا ساحر، المسؤول النبي صلى الله عليه وسلم عن النسرة قال هي من عمل الشيطان، النسرة هي حل السحر عن المسحور إذا كان ذلك بسحر مثله، إذا كان حل السحر بسحر مثله فهذا حرام ولا يجوز. وكذلك الأحجبة، تعليق الحجب والتمائم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم وقال إن التمائم وإن الرقى والتمائم والتوالة شرك. التمائم هي التي تتعلق على شكل حروز لاتقاء العين أو لرفع البلاء أو دفعه، كل هذا لا يجوز، لأن هذا فيه وسيلة للشرك وإعانة لغير الله سبحانه وتعالى. إنما الرقية الجائزة أن يقرأ على المريض مباشرة، بأن يقرأ وينفث على المريض أو يقرأ له بماء ويشربه، هذه هي الرقية الجائزة. أما تعليق التمائم فهذا لا يجوز حتى ولو كانت من القرآن على الصحيح، لو كانت خالصة من القرآن أو من الأدعية الشرعية فالصحيح أنها لا يجوز تعليقها، أما إذا كانت من الشرك أو من الأدعية الشركية والرقى الشيطانية فهذه بإجماع العلماء لا يجوز تعليقها، وهو شرك بالله عز وجل. مثل هذا الإمام لا يصلى خلفه حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتسلم عقيدته من هذه الأمور. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: أبو محمد من الرين يسأل ويقول: وقعت على أهلي في رمضان وصمت شهرين متتابعين، هل يكفي صيام الشهرين عن الأيام التي أفطرت بها، أم أنه لا بد من صيام شهرين عن كل يوم؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان جامع في أيام متعددة فإن عليه عن كل يوم صيام شهرين، عن كل يوم جامع فيه صيام شهرين متتابعين، وعن كل يوم عبادة مستقلة. إذا جامع فيها فعل محرما وبطل صيامه، يجب عليه التوبة إلى الله، ويجب عليه قضاء هذا اليوم الذي جامع فيه، يجب عليه الكفارة وهي عتق رقبة. فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هذه كفارة الجماع في رمضان، وهي تتعدد الجماع في الأيام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من بريطانيا يقول المرسل من حا يمني، يقول أعيش في أوروبا، وكما تعلمون أن فصل الشتاء يكون باردا جدا وهناك أمطار وثلوج، فاضطروا للصلاة في المنزل، وجهونا حول ذلك جزاكم الله خيرا. الصلاة مع الجماعة التي تستطيع الوصول إليها واجبة، صلاة الجماعة واجبة على الأعيان، إلا إذا حصل عذر لا تستطيع معه حضور الجماعة فتصلي في بيتك. فإذا كانت الثلوج والبرد شديدا ولا تتحمل التعرض له فصلي في بيتك، لأن هذا عذر شرعي. أما إذا كان بإمكانك أن تحضر وتصلي مع الجماعة ولو كان عليك بعض المشقة من البرد، فإنه يجب عليك الصلاة مع الجماعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثونا عن قصة نوح عليه السلام وفي أي أرض عاش. وقصة نوح ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن بمواضيع متعددة، وأنزل في ذلك سورة كاملة هي سورة نوح، وهي قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إلا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبلي وليأتيهم عذاب أليم، إلى آخر السورة. ذكر فيها ما جرى بينه وبين قومه من الدعوة إلى الله عز وجل، ومن إصرارهم وعنادهم، وأنه تابع معهم الدعوة بكل الوسائل، ولكنهم أبوا ولم يقبل الدعوة منهم إلا القليل، كما قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. فهو أول الرسل عليه الصلاة والسلام، وعانى من قومه ما لم يعانه نبي غيره لطول مدة، أنه كما قال الله سبحانه وتعالى: لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وفي نهاية السورة لما يأس من إيمانهم دعا عليهم وقال: نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فأخذهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان وهو الغرق الذي عمى وجه الأرض. أما مكانه الله أعلم أنه في جزيرة العرب، أنه في جزيرة العرب. قد قال الله تعالى عن السفينة: واستوت على الجودي، والجودي جبل يقال أنه في العراق، في موصل، في مرض العراق، الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول: أنا طالب أدرس في الهند، واسمي أبو سلطان، يسأل ويقول: عندنا في الهند الناس يصومون رمضان بعد يومين من صيام الناس في البلاد الأخرى، فهل جزاكم الله خيرا نصوم رمضان مع الهند أم مع السعودية، مع العلم بأنه يوجد هنالك فارق وقت بين الهند والسعودية، ومع العلم أننا إذا صمنا مع السعودية أو أي دولة أخرى فصلاة العيد سوف تذهب ولا نصليها؟ أطلب من الله ثم منكم أن تجيبون عن هذا السؤال، جزاكم الله خيرا. الواجب على المسلم أن يصوم مع المسلمين الذين يعيش معهم في أي بلد كان، ويجب على المسلمين أن يجتهدوا في رؤية الهلال ويتحروا رؤية الهلال، فإن رأوا ليلة الثلاثين من شعبان صاموا، وإن لم يروا ليلة الثلاثين من شعبان فإنهم يكملون عدة شعبان 30 ثم يصومون، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلمين في الهند أو في غيرها أن يجتهدوا، هم بأنفسهم أن يجتهدوا في تحري الهلال، فإن رأوا ليلة الثلاثين من شعبان صاموا، ويكون شعبان 29 يوما، وإن لم يروه أكملوا عدة شعبان 30 ثم صاموا بعد ذلك، يصومون جميعا ويفطرون جميعا. هذا هو المشروع حق المسلم، أن يكون مع المسلمين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن عم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، ورواية فإن عم عليكم فاقدروا له، فما نقدروا لها يأكملوا عدة شعبان 30 يوما كما في الرواية التي ذكرنا. جزاكم الله خيرا. إذا على كل مسلم أن يقتدي بأهل البلد الذي هو منهم، والمسلمين بطبيعة الحال الذين يعيشوا معه، وعلى المسلمين أن يهتموا بأمر الهلال، أن يهتموا بأمر الهلال
يترصدون لرؤيته، وإذا حرصوا فإنهم سيوفقون إن شاء الله. فهو إلا أكبر العدة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. يقول أنا أدرس في الكلية، ودوام الكلية من 9 صباحا حتى العصر، ولا يوجد وقت لكي نسمد به، فهل يجوز جمعها مع العصر؟ أجيبوني جزاكم الله خيرا. يدرس في الكلية من 9 صباحا حتى العصر، ولا وقت لتأدية صلاة الظهر، فهل يجوز أن يجمع الظهر مع العصر؟ وجهه جزاكم الله خيرا. الواجب عليهم يصلي الظهر في مكان الدرس، إلا بأن يتنحى ناحية ويصلي، أو يخرج إلى مكان قريب ويصلي فيه ثم يرجع. أليس هو إذا عرضت له حاجة أثناء الدرس أليس يخرج للوضوء وقضاء الحاجة؟ إذن إذا حضر في الصلاة يستأذن ويخرج ويصلي ثم يرجع، هذا هو الواجب عليه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من جدة يسأل ويقول: إذا صلى المسلم الراتبة القبلية أو التي قبل الظهر أو قبل الفجر، فهل إذا دخل المسجد يصلي أم يجلس؟ جزاكم الله خيرا. إذا دخل المسجد فإنه يصلي ركعتين، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يصلي ركعتين تحية المسجد، وإن كان قبل ذلك قد صلى الراتبة، راتبة الظهر أو راتبة الفجر، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين تحية المسجد، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاءنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم.